فراغ على مستوى الدفاع لأول تهديف لفريق نادي مكناس. الجانبين تشادو مقابلة جيدة الحلال كليبا صباح تشادو بعد خطأ تسجيل هدف هدف من روعة بمكان ديدي كليبا وتسجل هدف من روعة بمكان هدف من بعيد هدف فاجئ الحارس عمر شرف وتمكن ديدي كليبا من تسجيل إذن الهدف الأول لفائدة فريق النادي المكناسي. لاحظوا هدف تقريبا من حوالي 30 متر لاحظوا تسديده من بعيد كان هناك خروج إذا زبيد والغداف قداف كرة عرضية وكليبا يضيع تسجل كان يضيع ولكن يعني الواقع أنه الهدف كيف جاء يعني تغي يضيع الكرة كانت الكرة بسبب الأوحال الموجودة أمام مرمى الحارس أحمد شاكور هذا كنيبا عنده فرصة كنيبا قدام كرة إصابة إصابة من الروعة بمكان كرة عرضية مركزة في الجهة اليسرى لمرمى الحارس أحمد محمدينا فرصة لم يضيعها فريق النادي المكناسي واللي جت في الوقت تقريبا في الدقة 43 لاحظوا كرة أرضية مركزة في الجهة اليسرى لمرمى الحارس أحمد محمدينا وكانت التمريرة أيضا ممتازة جدا هدف الواقع رائع جدا للاعب كليبا مدرب محمد غربوش على الصورة يعطي التعليمات ركلة عرضية تلف ضربة سيئة في المرمى للنادي المكناسي هدف أول للاعب ديدي كليبا كليبا ضربة راسية ممتازة رائعة بديعة في الجهة اليمنى ولا فرصة ولا حظ للحارس يوسف العبادي هدف أول للنادي المكناسي والتشجيعات مستمرة فرحة مستحقة للإدارة الفني والتدريبي للنادي المكناسي هدف جميل الجماهير المكناسية فرحة بالهدف الأول في هذه المباراة نشاهدها القذف والتسديد بالركلة الأرضية من اللاعب سويد ضربة راسية بديعة جميلة في الجهة اليمنى يسمر يا نابر يا نليمان تمرار تجاه كليبا هدف هدف جميل ديال كليبا هدف جميل ديال ديدي كليبا ونخليكم تشاهدوا الصور الجميلة وسوف نعود إلى التعليق هدف غير مرتضى تمريرة جميلة جدا ديال يوسف مريانا وتنعرفوا كيف تكلمنا على قناص الأهداف اللي هو كليبا ودار الرجل ديالو في المكان المناسب الكرة مشات في زاوية 90 فوهامي ما يقدر يدير إلا شافها بالعيون ديالو هدف جميل جدا إذا بعد التعليق نشاهدوا الصور الجميلة ديال الجمهور ديال كوكب المراكشي الهدف سقط في اخر لاعب تاج على محمود فريق الرجاء غادي نشاهدوا بعد بطيء مريانا تمرار متابعه للهداف الذكي شاف ان الكره غتخرج من رجل مد رجليه وتهزم الحارس غادي نشاهدوا من هذه الزاويه الانتظار ديال عيني واللي اعتمد على الزروالي في التغطيه كان خطا ديال المدافعين ديال فريق الرجاء البيضاوي وكانت الكره بعيده على اللاعب ديدي كليبا شاهدوا كيفاش مد الرجل ديالو وتهزم الحارس فوهامي كنا تنتظروا هنا في هدف من الجانبين باش نشوفوا مقابله تفتح نشوفوا فرصه هدف جميل جدا ديال كليبا وحتى الكره كانت بعيده على فوهامي Thank you.
الاتجاه تماما. هذه فرصة خطيرة لفائدة فريق الكوكب المراكشي. ضربة رأسية، هدف، هدف لفائدة فريق الكوكب المراكشي. قلت بأنه المقابلة الكل ينتظر الأخطأ، هذه الصراحة يعني خطأ من جانب فريق الوداد البيضاوي، كان شيئا ما سوء التركيز. كرة ثابتة اللي كانت الحل بالنسبة لفريق الكوكب المراكشي على الأقل في حدود دقة 68، لأنه المقابلة ما انتهتش. اللاعب اللي كان وراء الهدف وسام البركة بعد كرة ثابتة ما كانش تفوق على اللي كان هناك، احتياط كبير. أحمد صدق من الجهة اليسرى يمرر هو الآخر، محاولة لفائدة الكوكب، هدف، هدف لفائدة الكوكب في اللحظات الأخيرة الأولى. مسجل هدف ديدي كليبا، ديدي كليبا يهز شباك النادي القنيطري في اللحظات الأخيرة. كما قلت بعد تسجيل هدف النادي القنيطري، حذاري من الهجمات المضادة لفريق الكوكب المراكشي، حذاري من خبرة يوسف مريانا، حذاري من تمركز جيد لديديا كليبا. والكوكب متفوق حتى الآن بهدفين لهدف واحد، وحصرة عزيز قرقاش ومنير الجعواني الأطر التقنية بصفوف فريق النادي القنيطري، حتى الحارس يتحمل مسؤولية هذا الهدف لأنه